كأس العالم بقطر، هل سيتأهل العراق أم مجرد صرف أموال؟ شوف، هذه أنا أعرف نتائجها مسبقاً، ولكن أتمنى للفريق العراقي أن يفوز، وأتمنى للفريق العراقي أن يفرح شعب العراق، هذا الشعب المظلوم الكئيب الحزين المقتول المجروح. يقيناً نحن محتاجين فوز، ولكن هل يصير؟ يقيناً بظروف هذه التناقضات، وحتى اللاعبين يخضعون للقضايا السياسية والمزايدات والحصص. يقيناً لا أعرف ماذا أقول، ولا أريد أن أجرح اللاعبين، أنا أحبهم جداً ولو أتيح لي المجال لزرت. دكتور، ماذا تتوجه للمنتخب العراقي بهذه الأجواء؟ شرعاً أنا ما لي شغل بكرة القدم، لأنه غير يعني ما لها علاقة بالله. أنا أحكي جماعة الله، يفوز على الفريق الإيراني، يفوز على الفريق الإندونيسي، هو حر، لا مع الراقصين ولا مع المؤيدين، وإن الله لا يحب الفرحين. وهان عكس هاي الأجواء كلها، وهاي الناس قاعدة تهوس وترقص، وهذا على مود النيل من إيران أو النيل من لإرضاء الأمريكي، والله لا يحب الفرحين، وأنا لا أريد أن أكون حتى لا تمسني النار. حقيقة الأمر أنا ما تأخذني هاي الأهواء، ما تأخذني هاي الارتدادات. والله الفريق العراقي هم يعني أنا شبه مبروك عليهم المبروك، انتصرتوا على إيران. الأمريكي يلبس الفانينة الزرقاء مع الفريق العراقي ليش؟ يريد يقول لنا أنا أبوكم، ويحرضنا نفوز على إيران، باكر يحرضنا نقاتل إيران مثل ما حرضنا ومشينا وراه وحرقنا صورة السيد الخميني روحي له الفداء، والسيد القائد علي الخامنئي الله يسلمه. متعجبين السفير الإسرائيلي الأمريكي يلبس الفالينة الفريق، يعني يقول هاي دولتي، يقول هاي دولتي وهذا الشعب مالتي، مبروك علينا. أنا شي يفرح بيه الأمريكي يعني يغضب الله، كل شي يفرح بيه الأمريكي يغضب الله. انتوا اغضبتوا الله، انتظروا انتظروا من الله، جايكم زلزال مرعب، ارقصوا على كيفكم، اللي عندي ما عد حدا.